وسهلا ومرحبا بكم في مجمع رعاية الدور، تفضلي. هذه إدارة. صلواتي صلواتي خمس أصليها، صبح ظهر وعصر مغرب وعشاء. صلواتي صلواتي خمس أصليها. مرورنا الآن سورة الزلزلة، تفسير سورة الزلزلة. من مقاصد السورة قرع القلوب الغافلة لليقين في الإسلام والإحسان. دين اليهود والنصارى ودين رسول الله. أصليها بالفرح ولا أنسى أذكاري. بصلاة الصبح أبدأ نهاري. أصليها بالفرح ولا أنسى أذكاري. الصبح كم ركعة؟ الصبح ركعتان. الصبح كم ركعة؟ الصبح ركعتان. حان وقت الظهر هلم يا أحباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رحيمة بنت عبد المالك وعمري 18 ومن بلدية بتنجس. تخرجت في مجمع رعاية الدور للدراسة أنني أحب تعلم اللغة العربية وديننا الإسلام وعقيدتنا الحقيقية وقصص الأنبياء وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم كلام الله وغير ذلك. فتبارك الله في مجمع رعاية الدور كثير من أجمل المواضع، فزاد علمي هنا. وأنا أشكركن جميعا على زيادة علمي، والحمد لله رب العالمين. قم نبي النداء، قد أذن المؤذن في وقت المساء. حل العصر يا مؤمن، قم نبي النداء. العصر كم ركعة؟ أربع ركعات. العصر كم ركعة؟ غاب ضوء الشمس، المغربها قد حال. أصبح وأمسي على ذكر الرحمن.